قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إن نصر المؤمنين سنة إلهية ثابتة قطعية، ولا شك في ذلك أبدا، ولكنها سنة مشروطة. هذه السنة مشروطة ببعض الشروط وبعض الضوابط، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وقال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنصر الله سنة ثابتة ولكنها مشروطة بالنصرة وبصدق التضحية وبالثبات والاستقامة. فحينما ننصر الله بصدق وباستقامة وتضحية ينزل النصر من الله سبحانه وتعالى. النصر بالنسبة للمؤمنين ليس هدفا في ذاته، وإنما هو وسيلة لإقامة حكم الله في الأرض، لإقامة عدالة الله في الأرض، وهو طريق لإقامة دين الله. هذه الاستقامة تتجسد في السلوك وفي الفعل وفي المواقف، وليست في الشعارات وفي الممارسة. مواقف التضحية والصبر والإيثار وتقديم مصلحة الدين على مصلحة الذات والأنا، حينما تتعارض مصالحنا مع مصلحة الدين فأيهم نقدم؟ حينما نريد أن ننصر دين الله علينا أن نقدم مصلحة الدين ونصرة الدين على مصالحنا وقضايانا. يجب أن تمحى الأنا والحزب والجهة والذات، ويقدم الدين والقضية والناس والمجتمع. وهذا ما لمسته وعايشته في الشهيد البطل المقاوم القائد الشهيد رضا الغسرة. وجدت فيه الشجاعة والكرم والعفة والشهامة والإيثار والإقدام. عايشت ولامست فيه التواضع ونكران الذات. الكل يلهج باسم رضا الغسرى وهو يطأطئ رأسه في الأرض مستغفرا، قائما ليله متعبدا. عرفته عاشقا لأهل البيت عليهم السلام، مستعدا للتضحية في أعلى مراتب التضحية، مصمم على خيار المقاومة، رجل عصامي لا يهمه رضا الناس أو غضبهم، يهمه أن يعمل بما يعتقد أنه تكليفه ومسؤوليته وكفى. رضا قائد وإن لم يدعي لنفسه القيادة أبدا، مبادر مبدع ذكي مقدام صابر، لم يعرف اليأس إلى قلبه سبيلا أبدا، ولم يعرف الخوف إلى قلبه طريقا أبدا. صمم على خيار الشهادة، وكان شعاره حرية أو شهادة، شعارا
مستقى من ثقافة عاشوراء. إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. موت في عز خير من حياة في ذل. حين استطاع الخروج من السجن قالها مرارا وتكرارا بأني لن أعود إلى السجن مرة أخرى، سأقاوم حتى الشهادة. قالها مرارا وتكرارا إني لن أعود إلى السجن مرة أخرى، سأقاوم حتى الشهادة. اختار الشهادة وسار إليها واثقا بربه وواثقا بنفسه، لم يتردد في خياره أبدا. صدق وعده وعهده الذي عاهد به ربه ورفاق دربه بأن لا يولي الأعداء دبره، وأن لا يهرب من مسرح المواجهة. فنال مبتغاه راضيا محتسبا. إن رحيل رضا ليس نهاية وإنما بداية وانعطافة وافتتاح لمدرسة الشموخ والإباء والعطاء. إن النظام الخليفي المجرم عندما رأى بأس رضا وعزيمة رضا ورفاقه الذين كانوا معه اتخذ عدة خطوات لقتل هذه المدرسة التي بدأت تنمو وتتنامى في أوساط شعبنا البحراني البطل. بالأمس كان البعض يخجل أن يعبر عن تعاطفه مع المقاومة وخيار المقاومة، اليوم كل شوارع البحرين تهتف بالمقاومة، اليوم كل أبناء شعب البحرين يدعون للمقاومين وينسبون أنفسهم لخيار المقاومة. المقاومة أصبحت أمرا واقعا في البحرين، وستتجذر المقاومة وخيار المقاومة وثقافة المقاومة في عقول وقلوب شباب البحرين. النظام الخليفي حينما أدرك هذه الحقيقة بادر بضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة. نحن اليوم حينما نجد الإجراءات ونراقب الإجراءات التي يتخذها النظام الخليفي من خلال استهدافه للحاضنة للمقاومة، اليوم يعتقل عوائل بأكملها، عوائل من باربار، من سترة، من شاخورة، من بني جمرة، عوائل بأكملها من أجل إدخال الرعب ومن أجل إخافة الناس ومن أجل فرض التراجع عن خيار المقاومة واحتضان المقاومة. اليوم نجده يهدد باستخدام الرصاص الحي في كل مكان، وهذا إن دل على شيء فهذا يدلل على ضعف وخواء النظام الخليفي. النظام الخليفي حينما قام بالمناورات الخليجية في البحرين برا وجوا وبحرا أراد أن يوصل رسالة بأننا أنهينا على الثورة وأننا نجهز على الثورة وأنها في نهاياتها، وأن الذكرى القادمة التي نعيشها اليوم ستكون بلا مظاهر احتجاج وبلا مظاهر ثورة أبدا. ولكن بالخطوة الشجاعة الأبية التي أقدم عليها أبطال المقاومة بتحريرهم للشبان الشجعان الأبطال الأحرار من سجن جو المركزي قد كسر هيبة النظام ومرغ أنف النظام في الوحل وفي التراب. لذلك أراد أن يسارع لاسترداد بعض هيبته الممرغة في التراب، فأقدم على جريمة الإعدام من أجل إرهاب الناس وإرعاب الناس والسيطرة على الوضع في البحرين. ولكن فشل النظام في اعتقال الشباب الأبطال في البحرين أبقى خيار المقاومة وروح المقاومة وثقافة المقاومة قائمة
وحاكمة، وأثبت للعدو والصديق أن هذا النظام أوهن من بيت عنكبوت. لحد اليوم لم يستطع أن يقبض على الشباب الأحرار، ولن يستطيع بإذن الله. وحينما وجدوا الشهيد رضا كان هدفهم إلقاء القبض عليه، ولم يكن هدفهم قتله، لأنهم إذا قبضوا على رضا سيحققون نصرا وسيعيدوا الاعتبار والمعنويات لمرتزقتهم ولمواليهم. ولكن رضا فوت عليهم الفرصة بموقفه البطولي والشجاع الأبي حينما قاوم حتى آخر نفس عنده، كان يرمي وكان يقاوم حتى آخر لحظة في حياته. لذلك رضا تحول إلى مدرسة، وتحول إلى أسطورة، وتحول إلى قدوة، وشباب البحرين اليوم كلهم ينظرون إلى رضا على أنه قدوة ومدرسة ويقتفون أثره. اليوم رضا سيتحول إلى ظاهرة، رضا لن يكون فردا انتهى باستقرار رصاصة في رأسه، بل سيكون ظاهرة وقدوة يسير عليها كل الشباب البحريني وكل الأبطال والأحرار الذين يعشقون الشهادة ويتمنون الحرية ويتطلعون إلى الحرية. لذلك أعتقد أن مدرسة أن رضا ليست نهاية، وإنما بداية وانعطافة وافتتاح لمدرسة من الشموخ والإباء والعطاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يتغمد أرواحهم مع الحسين وأصحاب الحسين عليهم السلام، وأن يشافي جرحانا، وأن يفك أسرانا، وأن يرد غرباءنا، وأن ينصرنا على ظالمينا. أنا واثق كل الوثوق بأن وعد الله بدأ يتحقق، واليوم النظام الخليفي بدأ يتهاوى وينهار. في المؤتمر الصحفي الذي أقامه الناطق باسمهم سأله أحدهم: هل الوطن والبلد بخير وفي أمان؟ لم يستطع أن يجيبهم بأنه نعم بخير وأمان. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة المقاومة، وأن خيار المقاومة بدأ يتسع وينتشر على الأرض، وأن الخليفيين وأعوانهم الأمريكيين والبريطانيين ودول الخليج مجتمعة لم تستطع أن تنهي خيار المقاومة وثقافة المقاومة. اليوم هم يستعينون ببعض الخبراء الإسرائيليين، وكل ذلك دلائل على فشل النظام الخليفي وضعف النظام الخليفي. هذه ليست مظاهر قوة، القوي لا يحتاج أن يستعين بالآخرين، ولكن كلها دلائل ضعف ودلائل انهزام ودلائل خواء، وهذا ما ستثبته الأيام القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.